تركب معايا ولا اركب معاك؟ تفتكري ولو لازم اني اركب معاكي او تركبي معايا؟ بالنسبه لي مهم، مع اني عارفه انه بالنسبه لك ما يهمكش غير عقد الجواز. تفضلي. تفضل شوف. قطعه بإيدك عشان ترتاح. أنا بشكرك، بس مش معنى كده إن إحنا ما كناش متجوزين. إحنا متفقين أي حد يسألك عني ما تنكرنيش، وأنا أي حد يسألني عنك هقول إن أنا لسه مراتك. مراتي إزاي يعني؟ عارفة إنك طلقتني، بس أنا من جوايا حاسة إن أنا لسه مراتك. أحمد، إحنا اللي بينا مش عقل. يلا اطلع، اوحشكش نتفسح سوا؟ ولا انت كان كل اللي يهمك لعقده بس؟ احمد من فضلك يلا نتمشى شويه في العربيه، انا محتاجه اتكلم معاك. فكرة انا قلت لابو عبد الله نفس الكلام. كلام ايه؟ اني حاسه اني لسه مراتك وعلى ذمتك. وايه المناسبه تقولي له حاجه زي دي؟ كان بيعرض عليا الجواز تاني بعد ما انت سافرت. ما اتجوزتيهوش ليه؟ ابو عبد الله بيحبك وساعتها من فضلك انت مش هتجوزني على كيفك حتى لو ما كنتش على ذمتك. ابو عبد الله راجل تتمناه اي ست، بس انا رفضته لسبب واحد، اني بحبك. جاي انت دلوقتي تقولي اتجوزيه؟ انت ايه مش حاسس بيا؟ وكان اللي كان ما بيننا ده ملوش اي قيمه عندك؟ يا ميرفت، يا ميرفت، انت يوم ما اتجوزتيني ما كنتيش مرتبطه بحد، يعني ما خنتيش حد، ما كدبتيش على حد، ما غدرتيش بحد. انا يوم ما اتجوزتك غدرت بزهرة وكدبت عليها. لا يا باشمهندس، انا كدبت على الناس كلها. انا غدرت بنفسي لما اتجوزتك وما قلتش اني متجوزاك. ده انا لما نطقت بيها انت طلقتني. خلاص بقى، خلاص اللي فات انتهى. ارجوك يا مرفت، ارجوكي، انا مش عايز اخون زهره مره تانية ومش عايز اكذب عليها، واحنا اتفقنا على كده. مرفت، مرفت، ما تنسيش ان انا في يوم من الايام وقفت جنبك وساعدتك. انا برجوكي دلوقتي انك انت تقفي جنبي وتساعديني. اظن دي مساله انسانيه بحته. بتتكلم على الانسانيات يا باشمهندس؟ طب ما هي مساله انسانيه بحته انك تحس بيا. اقدر مشاعري يا احمد. انت ليه مش مصدق ان انا بحبك؟ طب افتكر انك في يوم من الايام كنت بتحبني. بلاش، افتكر انك كنت في غربه وكنت حاسس انك وحيد وانا وقفت جنبك وساعدتك. ساعدني انت دلوقتي. طب يكرا ايه يعني؟ يكره ايه لو خدتني ابقى الست التانية في حياتك؟ ما ينفعش. ليه يا حبيبي؟ لاني عندي بيت وعندي عيلة وعندي ولاد، وبعدين انا راجل محترم. مش هتبقى محترم لما تحس بيا؟ مش هتبقى محترم لما تعترف انك بتحبني؟ ما بحبكيش. كداب. اخرسي. كداب، وبقولها لك، انت كداب، انت بتحبني بس خايف الراجل المحترم صورته تتهز. افهمي بقى، افهمي، انا بحب زهرة، بحب مراتي. اللي يحب مراته ما يبصش لغيرها حتى لو بعدت عنه بدل السنه 10 او 20، لانه ما بيشوفش غيرها. احمد، انت بتكذب على نفسك، بتكذب على نفسك. اسكتي يعني. بقى اسكتي. مالك يا اختي؟
مالك يا احمد؟ مش انا خدرس. دوس فرامل، دوس فرامل يا احمد، دوس فرامل. دي استمارة الدخول حضرتك هتمليها. هكتب ايه يعني؟ بيانات الحالة وبيانات حضرتك. بياناتي انا؟ هو انا لازم اكتب بياناتي؟ طبعا حضرتك هتكتبي اسمك وسيرة القرابة، مراته، اخته كده يعني. طب ولو ما كنتش مثلا مراته او اخته؟ يبقى لازم حضرتك تتصل بحد من قريبه. انتي من اهله حبيبتي، مش هتستني بابا ما يجي؟ حضرتك هتستنيه، يا ريت يا ماما تشرحي له وجهه نظري، ان شاء الله هيقتنع. انتي شايفه كده؟ انا شايفه ان حضرتك هتقفي جنبي. صباح الخير. وانتي من اهله. الو؟ ايوه يا فندم. ايه؟ مستشفى ايه؟ احمد! ماله احمد؟ ماله احمد؟ جراله ايه؟ انت بتقول ايه؟ مي! مي! باباكي! باباكي تعب وهو سايق العربية! جاله هارت اتاك ونقلوه على المستشفى! اطلب جدك وخالك بسرعة قولي لهم! سوري يا حبيبتي، ما خدتش بالي من خضتي على احمد. لكن انت مين اللي قالك؟ في حد بلغك؟ لا، انا اللي جبته هنا. انت اللي جبتيه؟ يا خبر يا مرفت، ده انا كده مش مديونه لك بعمر وليد وبس. انما انت لقيتي الباشمهندس فين؟ قصدي يعني كنت فين لما جبتيه على هنا؟ انا كنت مع احمد لما حصلت الحادثه. كنت مع احمد لما حصلت الحادثه؟ كنت معاه فين يعني؟ كنتوا فين يا احمد؟ كنتوا عند الباشمهندس عادل؟ لا، كنا بنتفسح سوا. بتتفسحوا ازاي يعني؟ يعني ايه يعني بتتفسحي معاه انت ليه؟ عشان احمد جوزي. أنا طلقتك، طلقتك، طلقتك. طلقتها؟ يعني أنت كنت متجوزني بقالنا أكتر من سنة، والنهاردة قابلته علشان أديله العقد. الكلام ده صحيح يا أحمد؟ رد عليا يا أحمد، الكلام ده صحيح؟ ما هو رد عليكي وقال لي انه طلقني، يعني كان متجوزني. اسكت.
اسكتي اسكتي يا ميرفت. كسبان يا مروه ولا كل اختك محتاجه؟ حاضر. ادي القرص الكابوتين تحت لسانه. اوكي. لو سمحت يا مدام حاولي تخليه ما يتحركش ولا ينفعل بعد اذنك. انت واقفه ليه؟ انت مش خلاص قلتي كل اللي عندك؟ باقي ايه تاني؟ باشمهندس في ايه؟ وزهره فين؟ هو ايه اللي حصل؟ اقول لك انا ايه اللي حصل. انا كنت مدام مرات. انا كنت مدام احمد الشيخ لمده سنه وشهر، وهو مش عاوز حد يعرف وشايف ان انا غلطت وقضيت عليه لما قلت الحقيقه. طلعوها بره، طلعوها بره. اسمع يا احمد، انا اذا كنت غلطت يبقى غلطتي وما رضيت اتجوزك وما قلتش ان انا متجوزاك. انا عايشه معاك زي ما تكون بس رغم ان انا مراتك على سنه الله ورسوله. وطلعت. ايوه طلعتك. طلعتك يا مرفت. طلعتك. وعرفت ان انا كنت متجوزه في السر من وراها هناك. انا اللي قلت لها، قلت لها وقلت الحقيقه لكل الناس عشان ارتاح. ما حدش يجي ورايا، ما حدش يسالني اي سؤال، انا ما عنديش حاجه تانيه اقولها، قلت كل اللي عندي.
أرجوك يا بابا ما تبصليش كده. أنا عرفت إني كنت غلطانة، حساباتي كلها كانت غلط، وكلام حضرتك كله كان صح. أعمل إيه وأعتذر لحضرتك إزاي عشان تصدق إني أسفة؟ الحقيقة أنا مش ببصلك علشان تحس بالخطأ أو تعترفي بيه، إنما عشان أسألك نصلح الخطأ ده إزاي. نصلح؟ ليه لا؟ اللي انكسر ما يتصلحش يا بابا. مين اللي قال كده؟ دي مقولة مضللة تدعو لليأس. لا يا بابا ما يتصلحش، خصوصا لو كانت الكسرة في الروح وفي القلب. حتى علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى ممكن تتصلح، ودي أعلى مراتب العلاقات الروحية. ربنا بيسامح عبد المخطئ. ربنا بيسامح لأنه سبحانه وتعالى أعلى وأقوى، ما بنضروش ولا بننفعه. هيسامحنا لأنه ربنا، لكن أنا يا بابا مش هسامحه ومش هغفر له ومش هعيش معاه ولا دقيقة واحدة بعد كده. عشان خاطري كفايه. حضرتك متصور اني ممكن اسامحه او اغفر له يا بابا وارجع له تاني؟ لا يا بنتي مش متصور. على الاقل دلوقتي القضيه اعقد من كده بكتير. القضيه انه لقى شغاله سابت شغلها في وزاره الخارجيه عشان تقف وراه، ضحت بمستقبلها وحياتها عشان مستقبله وحياته وحياه اولاده. قعدت بدل السنه 15 سنه تلمله وتحاجي وتشتري وتحاسب وتبنيله في ماله وولاده وتهد في نفسها، وفي الآخر اكتشفت إن هو كمان بيهد فيها وبيخونها. مش هي دي الحقيقة يا بابا؟ لا يا بنتي، لا يا صاحبي، لا لا هي يا بابا. ومن دلوقتي هعرف أنا مين، هعرف أرجع عمري ومستقبلي اللي ضحيت بيه علشانه. مش هفضل قاعدة مستنياه، مش هستنى زي العصفورة اللي حبسها في القفص على الله شكلها يعجبه. من بكرة يا بابا، من بكرة هيشوفوا كل الناس هتشوف مين هي زهرة أبو بكر شهاب. ده حقك يا بنتي، مفيش مخلوق يقدر يحرمك من حقك في الحياة والتعبير عن ذاتك بالشكل اللي يعجبك. يبقى من بكرة لازم يطلقني. طيب ممكن تستريحي بقى دلوقتي؟ خلاص يا بنتي النهار قرب يطلع. استريح؟ استريح ازاي بس يا بابا؟ في اوضتك، اوضتك اللي سبتيها من 20 سنة، فاكراها؟ اوضتك انت وهدى. انا اسفه يا بابا لو كنت سمعت كلامك. مفيش بقى لو، لو تفتح عمل الشيطان زي الرسول مال صلى الله عليه وسلم. يلا يا بنتي يلا بقى تعالي على اوضتك عشان ولادك كمان يناموا. يلا. مي ماما دلوقتي محتاجه لك، يعني انت من النهارده مش بنتها الكبيره وبس. ماما في عينيا يا جدو، طمن. اديني جيت، يلا بقى غيري هدومك ونامي. ما انا مش عارفه انام على انهي سرير، فمستنيه حضرتك تختاري. هو مش ده سرير حضرتك برضو؟ ايوه. يبقى اكيد ده سرير طنط هدى. خلاص يبقى حضرتك هتنامي على سريرك وانا هنام على سرير طنط هدى. اتفضلي. طب يلا قومي غيري هدومك بقى عشان تنامي. مش قبل ما حضرتك تغيري هدومك وتنامي، يعني لو عايزاني انام لازم تنامي قبلي. هو وليد نام؟ وليد مع خالي في اوضته. يعني نام ولا لسه؟ مش عارفه بس اكيد نام. اكيد مفيش حاجه بقت اكيد.
مفيش حاجة في الدنيا أصلا بقت أكيد. اسمع يا وليد، هتنام جنبي من غير ما تخبطني برجليك وتنام جنبي، اتفقنا؟ أنا مش هنام. لا يا عم هتنام، أنا مش هيجيلي نوم من كتر ضربك فيا. لا طمني خير، عشان لو ده حصل يا سيدي أنا من بكرة الصبح هجيب لك سرير صغير هنا وتنام فيه لوحدك، اتفقنا؟ هو احنا هنستنى هنا كتير؟ هنا فين مش فاهم؟ هنا في بيت جده. مش هنروح؟ لا يا وليد مش هنروح، مش هنروح يا حبيبي، ومش هنعيش هنا كمان. امال هنروح فين؟ هنعيش في بيت لوحدنا. وليد استنى انت يا مروان، وليد ما بقاش صغير خلاص. احنا مش هنرجع بيت باباك يا وليد، ومش هنعيش معاه تاني. استني من فضلك يا زهر. من فضلك يا مروان، وليد لازم يعرف. يعرف ايه بالظبط؟ يعرف ان الاب لو نسي ولاده، ولاده كمان لازم ينسوه. ليه كده يا زهر؟ عشان هو كده. سامع يا وليد؟ سامع يا ماما. يلا حبيبي تصبح على خير. انا كنت عايز ازور بابا. وبعدين يا وليد؟ وبعدين ايه؟ خلاص انت سمعت الكلام اللي ماما قالته. طب يا حبيبي نام دلوقتي وبكره الصبح نكمل. انا مش هنام. نام انت خير، ما افتكرش بعد اللي سمعته ده ممكن يجي لي نوم. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا عم حامد؟ مش فاكرني؟ زهرة هانم، الف حمد لله على السلامة. الله يسلمك. تعرف يا عم حامد، من ساعة ما دخلت المبنى الجديد بتاع الوزارة وانا كل الوجوه غريبة عليا، انت الوحيد اللي بتفكرني بالسنين اللي قضيتها في الخارجية. قولي يا عم حامد، هو الكوريدور ده برضه مش فيه مكتب رئيس شؤون العاملين؟ ايوه يا فندم هو المكتب ده. بس الاستاذ عوني مش موجود، ده في اجتماع، ممكن حضرتك تستنيه لغايه ما يجي. اتفضلي. جايه تمدي الاجازه مش كده؟ لا جايه اقطعها. ناويتي ترجعي الوزاره تاني؟ باذن الله. ايه رايك؟ كده هنقول يا جناب السفيره من تاني. يا ريت. ادعي لي يا عم حامد. والله من يوم ما جيت الوزاره وانا قلت حضرتك هتبقي جناب السفيره. يا رب كل شيء نصيب. لكل مجتهد نصيب ان شاء الله. اتفضلي استريح. متشكر. بقول لك ايه يا محمد، ما انا بدل ما اقعد استنى كده انا ممكن اروح الاجازات اخلص معاهم يكون الاستاذ عاوي رجع. حضرتك عارفه مكتب الاجازات فين؟ الحقيقه لا. طب اتفضلي اتفضلي. صباح الخير يا فندم. زهرة هانم. أهلا رأفت بيه. اسبقني أنت يا إبراهيم. حاضر يا فندم. إزيك؟ عاملة إيه؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جاية تمدي الأجازة؟ لا خلاص. خلاص إيه؟ ما أنا رجعت مصر بقالي سنة دلوقتي. ما أنا عارف إنك رجعت مصر. ورجعت الشغل كمان. رجعت الشغل؟ أيوه. يمكن بكرة ولا بعده، يعني أسبوع بالكتير ممكن أستلم الشغل. يبقى أكيد مليت من قعدة البيت. مليت من حاجات كتيرة قوي. ما هو دايما كده. المهم الباشمهندس أخباره إيه؟ الحمد لله كويس. ابقي سلمي لي عليه من فضلك عن إذنك. زهرة هاني
من فضلك لو محتاجة لأي حاجة أرجوك تتصل بيا، هكون سعيد جدا. وده الكارت بتاعي. متشكرة قوي جناب السفير. يا بقالنا كام سنة ما شفناش بعض. السنين بتجري والعمر بيعدي. بتيجي لحد عندك وما بتعديش. ميرسي قوي على المجاملة اللطيفة دي. دي مش مجاملة، دي حقيقة. عامل إذنك. عايزين يفطروا؟ انا غلبت معاهم يا بابا، دي تالت مره الشاي واللبن يبرد واعمل غيره. معلش يا بنتي طولي بالك شويه، الله يكون في عونهم. حاضر يا بابا هطول بالي، بس انا كمان عاوز الحق اطبخ الغدا عشان الحق اروح. روح انت يا بنتي وانا هتصرف. اروح ازاي بس يا بابا؟ هو انا لسه عملت حاجه؟ حاضر هحاول مره تانية. هي مي استني يا هدى. استنى ايه بس يا بابا؟ دول كده هيسقطوا من الجوع، ده بقالهم كام يوم على الحال ده. انا هدخل لمي واتفاهم معاه، وانت يلا روحي شوفي حالك. اليسا مي ممكن ادخل يا اليسا مي؟ اتفضلي يا جدو. على فكره الآنسة مي اسم مشهور قوي في عالم الأدب، أكيد سمعت عنه. هي مي زيادة، أديبة فلسطينية اتولدت في الناصرة وجت هنا مصر، عملت صالون أدبي كبير كان بيضم العقاد والمزني وحافظ وغيرهم وغيرهم. لكن أطرف وأشهر ما في حياة الأديبة مي أنها أحبت جبران خليل جبران وهو في المهجر في أمريكا. قعدت أكتر من 25 سنة تحبه، هو كمان حبها بس من غير ما يشوفوا بعض بالمراسلة يعني. إيه رأيك يا آنسة مي في الحدوتة دي؟ أنا عايزة أشوف بابا يا جدو. عايزه اطمن عليه وارجوك يا جدو ما تقولش لا. انا يا بنتي ما اقدرش اقول لا. بجد؟ خلاص يبقى حضرتك تكلم ماما وتقنعها ان انا اشوفه في المستشفى. انا مش قادره استحمل يبقى بابا في المستشفى وتعبان، احنا حتى ما نتصلش بيه. انا مش هقدر اكل اي حاجه وانا مش عارفه بابا عامل ايه. مهما كان اللي حصل يا جدو هو ابويا. عندك حق، انا موافق تماما. يعني حضرتك هتكلم ماما؟ لا انت اللي هتكلمي بابا دلوقتي. صحيح يا جدو، بس بشرط بعد ما تطمني تفطري. حاضر، بس هي ماما مش هتزعل؟ أنا المسؤول عن زعل ماما، ولا أنت تنفذي كلامها وهي ما تنفذي كلامي؟ يلا تعالي تعالي يا حبيبتي. بتقول هتطلب باباها؟ أيوة. مامتها مش منبهة عليها ما تتصلش بيه؟ لما يردوا عليكي قولي لهم يدوني أوضة 320. مامتها هتزعل كده؟ أنا اللي قلت لها تتصل، تبقى تيجي تحاسبني. لا طبعا يا بابا العفو. ألو أكلم أوضة 320؟ إيه؟ ما فيهاش حد؟ لا فيها، الباشمهندس أحمد الشيخ خرج.
النهارده؟ اوكي ميرسي. بابا ساب المستشفى يا جدو. يبقى الحمد لله خف وبقى كويس كده، نطمن ونرتاح. يلا بينا بقى نفطر علشان نمارس حياتنا بشكل طبيعي. حاضر يا جدو، بس تفتكر بابا راح فين؟ ايوه حاضر. مرفق كمال دوير الفنانه الكبيره. ازيك يا ايه ده؟ فين اشتعال الفنان؟ تعال يا بنتي. حمد لله على السلامه. الف حمد لله على السلامه يا بنتي. ايه مالك؟ تعبانه قوي. طب قولي لي ايه اللي تعبك؟ انا تعباني قوي، انا تعبه نفسي. طب احكي لي بقى عن الانا الكبرى والانا الصغرى اللي تعبينك. فاكره علم النفس؟ قولي لي ايه اللي تعبك ومالك؟ بابا انا سبت احمد، أو بالظبط يعني أحمد سابني. كنت عارف إنه هيحصل، كنت حافظه، ولو أحكي لك هتقولي بابا كان معانا هناك في الكويت. بابا أنا سبت الكويت. من إمتى؟ من يجي شهر. وما قلتليش يا مرفت؟ أقول لك إيه؟ دي حكاية غم وأنت مش ناقص. مهما كان أنا أبوكي وأنت بنتي. الأب اللي اخترته بدالك زي ما قلتلي ما طلعش أب ولا حاجة. الأب هو الأب الحقيقي مهما كان ومهما كانت عيوبه، بس هو أب. أحلى حاجة سمعتها في حياتي. يلا يلا غيري هدومك كده واغسلي وشك وروحي اقعدي في البلكونة، بصي على البحر وارمي همومك فيه وارمي حمولك على الله، على ما اروح أصلي في الجامع وارجع نتكلم. إيه مستنية إيه؟ واقفة ليه؟
روحي توضي وصلي وقولي يا رب. يا رب. ايوه كده. سلام عليكم. بابا. ايوه يا مرتي. ما تنساش تدعي لي. حاضر. حاضر يا حبيبتي. يا رب. الحمد لله على السلامة يا أم وليد. الله يسلمك يا مروان. كل ده كنت فين؟ في الوزارة. ليه؟ ولا حاجة، المغرب ادن ولحد دلوقتي ما اتغديناش، كنا صوم أحسن. وما أكلتوش ليه؟ في إجماع على ضرورة حضورك وإلا الغدا يتلغي، وأولاد كل واحد قاعد في أوضته عاملين اعتصام. أغير هدومي وأحضر لكم الغدا حالا. يا ستي وهنساعدك، أنا عن نفسي محضر خضار السلطة جوه وأخش أعملها. مرسي يا مروان، ما انتوا لازم تساعدوني، بس من هنا ورايح يا بابا مفيش داعي تستنوني، انا ممكن اتاخر في الوزاره مش ضامنه ظروفي، بعد اذنك. مساء الخير يا مي، مالك قاعده كده ليه؟ قومي حضري معايا الغدا. انا مش فاهمه ايه اللي مقعدكم غير اكل لحد دلوقتي؟ مش كان لازم انتي تحضري لهم الغدا وتغدي اخوكي؟ ايه يا مي، ما بترديش عليا ليه؟ ماما. نعم يا مي. انا طلبت بابا في المستشفى، كنت عاوزه اطمن عليه. وانا قلت لك تنسيه. ما اقدرش. اشمعنى هو قدر؟ ماما ده ابويا وانتوا ولاده، وما دام هو اب وعنده ولاد لازم يحس ناحيتهم بالمسؤوليه، لكن هو نسيكوا. انا قلت لجده يستأذن من حضرتك. وجدك وافق انك تتصلي بابوكي؟ حضرتك وافقت انها تتصل بابوها يا بابا؟ ايوه. ليه؟ لانه ابوه. وهم مش ولاده؟ ولاده يا زهره، ومن فضلك ده مش اسلوب تفاهم. طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ زي ما بتطلبي من بنتك انها تسمع كلامك وتحترم رغبتك، انت كمان لازم تحترمي رغبة والدك وتسمعي كلامه. يا بابا حضرتك اب عظيم، لازم اشيلك على راسي طول عمري ان العمره خدعت ولا غشيت. انت بتقارن ايه بايه بس؟ الاب هو الاب بالنسبه لاولاده، والابن هو الابن. احمدي ربنا ان ولادك محافظين على العلاقه دي. وبعدين ده حساب بينك وبين احمد، ما تجنيش على ولادك، اسمعي كلامي. حضرتك لسه شايف ان له حق عند اولاده؟ انا احترمت مي لما سالت على ابوها وحبت تطمن عليه. شوف يا بابا، اللي هيدور على ابوه ما يدورش عليا، وانا هدخل اقول لهم الكلام ده. ايه ده؟ انت اتجننتي؟ انا لازم اتجنن بعد كل اللي عملته عشانهم، لسه بيدوروا على ابوهم. ده ابوهم يا بنتي. دبحني ليه؟ غدر بيا ودبحني ودبحهم ليه؟ طب بس يا بنتي، بس خلاص بقى، مش وقت الكلام دلوقتي. ايوه. مساء الخير.